كده مهمه في انك تاخد بالك من اكلك، من وزنك، من دراستك، كل الراجل المثقف ده حاجه بتزودك انت كشخص، تبني نفسك، تبني مستقبلك اللي جاي. لازم تاخد بالك من كل خطوه بتخطوها. حته الاب والام دي بقى، كان في زمان وانا في السبعينات، كان زي فاكر سامي حسن؟ دكتور سامي حسن كان لعيب بتاع 21 سنه وانا كنت بلعب تحت 17 ولعبنا مع بعض في الفريق الاول. فبعد التمرين كده قال لي ما تيجي تذاكر، كنت في ثانويه عامه وهو اولى طب ولا ثانيه طب حاجه كده. فالمهم رحت مع البيت ذاكرت في حدائق الاولى في البيت ده، وانا قاعد عنده قال لي في واحد راجل كل يوم يجي عليك عايز يتصور معاك. فالمهم بعدين ازاي قال لي راجل جه تحت، بس راجل يعني على قد حاجه خليه يطلع يسكن، انا كل الخير قلت له انا هنزل انا. فنزلت الراجل، لما نزلت له لقيت واحد عجله ولابس لبس بتاع القوات المسلحه ده بتاع الدعم دي كده يعني، ومعاه طاولتين خشب على دماغه. نزل التوضي وبتاع وقعد صورت معاه وسلمت عليه. بعد سنه كده ولا سنتين كلمني الراجل وقال انا عايز تجي بيتي برضه في حدائق الاولى. فرحت البيت، رحت له سنين تحت البيت، ما شاء الله ساكن البيت كويس، الشقه كويسه، لعبت معاه، فتح الباب ودخل قبليه. فانا داخل وراه سابني على الباب وجري كنبة، عارفين الكنبة البلد بتاعتنا كده، كنبة كده، واحدة ست مليانة جدا وشوفشي وقعدة مربعة رجلية واحدة. راح رايح جاي قعد ركض بس ايديها وبس ايديها. طبعا قلت امه اكيد، هي امه فعلا. وقلت الراجل ده انت شفته من سنتين حاله اختلف، اكيد ربنا هيكرمه علشان علاقته بامه بالشكل ده، اكيد ربنا هيكرمه. الراجل ده بقى واحد من اغنى اغنياء مصر، اسمه الحاج حليم الله يرحمه، لو تسمعوا الحاج حليم ده هو اسمه الحاج حليم الله يرحمه. الراجل ده هذا الشكل بقى عنده طاولة الخشب دي، بقى عنده اربع مصانع طاولة خشب، بقى عنده ما شاء الله عمرات كتير. فرضا الاب والام ده يا شباب ده